السلام عليكم يا شباب، ده جوجل شيت الخاص بغياب المعمل. عايز اديكم فكره عنه. من هنا ورايح الغياب بتاعكم في المعمل والدرجات مش هتتاخد في ورقه، هتتاخد على الكمبيوتر في شيت على جوجل، بنسميه احنا جوجل شيت اللي هو اللي قدام حضراتكم ده. انتوا باي فيزيكس 101 واحنا سبرينج 22، وانتوا كلكم سيكشن واحد بس. مانداي من الساعه 3 للساعه 5 دي هتبقى اسمائكم، ادي الاي دي وادي الاسم، دي اسمائكم انتم. وادي تاريخ التسجيل بتاعك انا جايبه من البانر سيستم. وفي كل اسبوع هيتحط لك درجه من الاتندنس، يعني مثلا ادي ارشميدس اللي هو اول اسبوع هيبقى فيها اتندنس والدرجه. الاتندنس يا صفر يا واحد، لو حضرت يبقى واحد، لو ما حضرتش يبقى صفر. الدرجه من صفر ل 10 على حسب الدكتوره المعيده وعلى حسب شغلك انت هيبقى عامل ازاي. ده الاسبوع الثاني اللي هو بتاع بكره ان شاء الله، فيسكوستي اللزوجه يوم 14/3 يعني، وبعد كده الاسابيع تتوالى. في كل اسبوع هيبقى ليك درجه بهذا الشكل، وفي اخر اسبوع خالص بعد ما نخلص في ريفيجن، يعني مراجعه على السبع تجارب برضو عليها حضور، حضور فقط يعني، والحضور بتاعها بيبقى بونص، يعني ايه بيعوض لك غياب انت كنت غبته هنا في الاسبوع. ده الشيت. هنا بقى الخانه المهمه طبعا في الاخر اللي هي العنوان بتاعها زي ما انتم شايفين كده بالاخضر، اجمالي اعمال السنه. ده الاجمالي، دي هنا داله او فانكشن بتعمل افريج على كل اللي فات. ده هتلاقيها اسبوع باسبوع بتزيد، طبعا ده من 10، كله من 10 في الاخر يعني. زي ما اتفقنا في البدايه الحضور عليه 5 درجات والكشكول عليه 5 درجات، فهي بتحسب بالتتابع. هتلاقي هتزيد اسبوع بعد اسبوع، كل اسبوع هتلاقيها تزيد. لو انت حضرت كله هتلاقي نفسك واخد 10 هنا اوتوماتيك. طب ده فايدته ايه؟ اولا كل اسبوع الدكتوره هتفتحه لك الكمبيوتر ده وانت في المعمل، تروح تاخد الاتندنس عليه، هي تاخد لكم الاتندنس عليه من هنا ورايح، مش على ورق، عليه مباشره يعني. وبعدين هتبقى فرصه ليك ان انت تبص دايما كل مره، يا ترى انا حضرت المره اللي فاتت ولا غبت، يا ترى انا جبت التجربه ولا ما عملتهاش. الناس دي مثلا ما عملتش التجربه، ده مثلا ما عملش التجربه فلازم يجيبها الاسبوع اللي جاي. فممكن من البيت كمان وانت قاعد في البيت تبص وتشوف هل انت صححت تجربتك اخر مره ولا لا، هل انت حضرت ولا لا، طب انا حضرت قد ايه، طب انا واخد درجه كام دلوقتي، طب عايز اعوض. يعني تقدر تتابع نفسك من اي مكان ومن اي توقيت ومن اي جهاز. ده هو شيت المعمل يعني بتاعكم. ده مهم جدا عشان تتابع نفسك من خلاله، وهتشوف درجاتك بعينيك لغايه لما تبقى انت ايه شاهد على درجاتك في الاخر خالص، بحيث نمشي مع بعض كده واحده بواحده ونكمل الدرجات كلها. تمام يا شباب، ده شيت المعمل، هبعت لكم اللينك بتاعه وتقدر تفتحه في اي وقت ومن اي مكان، سواء من الموبايل بتاعك او من لابتوب او من واتش، هيفضل معانا يطمنكم على درجاتكم تبقوا شايفينها قدام عينيكم طول الترم.